الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صب، التور شبه الطست. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور إلى آخره. طبعا مر معنا الحديث السابق، حديث حمران مولى عثمان عن عثمان كيف وكان فيه تفاصيل الوضوء الكامل ووصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنه، ولما نتكلم هنا بما أيضا يكمل ما سبق وبما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وما يتعلق به من أحكام إن شاء الله. فقال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد عبد ربه هذا الذي رأى الأذان، الذي رأى الأذان، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو الذي يروي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بتور من ماء. التور إناء يشبه الطست، يعني يشبه الصحن، وله طبعا جدران لكن ليس عميقا. الإناء العميق هذا تور الطست، والطست معروف أنه يعني يكون مسطح إلى حد ما، وله طبعا يحيط به جدران قصيرة، هذا هو الطست. بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن وضوء بالضم هو الفعل والمصدر أيضا، ووضوء بالفتح هو اسم للماء، اسم للماء، وضوء كطهور ووجور، بينما الضم اسم للفعل وأيضا مصدر. فتوضأ لهم وضوء، وقلنا أيضا أن الوضوء من الوضاءة وهو النور والإضاءة. لا شك طبعا أن وجه الوضاءة في الوضوء، وهذا
فضل من الله عز وجل. أولا يعني تخصيص هذه الأعضاء بالوضوء، تقريبا يكاد يتوضأ اليوم المسلم في اليوم 5 مرات أو أقل إلى حد ما إذا بقي على وضوئه في صلاتين أو نحو ذلك، وقد يتوضأ أكثر إذا كان يتنفل أيضا. وهذه الأعضاء الرأس والوجه واليدين والرجلين، أولا هذه هي الأعضاء التي تقريبا بل كلية يعني هي التي يتواصل بها مع العالم، إن كان البطش أو الضرب أو المشي أو الفعل والحركة كلها بالأعضاء، الشم، السمع، الكلام، والرأس ومجامع الحواس كلها. فالوجه فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الكلام، فكل الحواس كلها فيه. اليدان معروف أنها للبطش، والرجلان كذلك المشي. فتقريبا يعني كل ما يصدر من الإنسان من أفعال تقريبا أدواتها هذه الحواس التي يتوضأ بها أو التي يوضئها، هي الوجه بما فيه من حواس كلام وشم وسمع، والرأس والمجامع واليدان والرجلة. ومن هنا جاء التوجيه والأمر بغسلها. ثم من فضل الله عز وجل، وهذا هو وجه الوضاءة، أن الإنسان إذا توضأ تحادرت الخطايا مع الأنف، ما شم به، فم ما تكلم به وأكل، اليدان ما بطش بهما، الرجلان ما مشى إليهما، كل الخطايا تتحدر. وهذا هو الفضل العظيم. ومن هنا صار وضوءا، صار نورا، فهو يعني بعد ما يتوضأ الإنسان فعلا يكسب نور. ناهيك يعني مرة مع حديث عثمان، ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هو الحديث ذا كما تعلمون، إذا توضأ المسلم تحادرت الخطايا مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مع قطر الماء ومع صلاة ركعتين أصبح الإنسان سليما من الذنوب. وإن قال علماء أن هذه تتعلق بالصغائر والكبائر لابد من التوبة منها، لكنه باب واسع، باب عظيم واسع للتوبة، باب واسع لفتح الأمل الكبير مع 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 مع, مع, مع العلاقة بالله عز وجل. ومن هنا هذا الوضوء فضله عظيم، وسمي وضوءا لأنه نور، ولأن الخطايا تتحادر وتخرج مع أعضاء الوضوء. وأعضاء الوضوء كما قلنا هي التي بها الطاعة وبها المعصية، هذه الأعضاء تقريبا هي التي بها الطاعة والمعصية، إن كان ذكرا باللسان، إن كان باليدين، إن كان بالرجلين، إن كان بالشم، إن كان بالسمع، كلها. فمن هنا سمي وضوءا لأنه يحصل به الضوء حينما يتوضأ المسلم الوضوء على وجهه. ولعله يأتي مزيد في أثناء كلامنا إن شاء الله. قال سألت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه. تأتي أكفأ وكفأ، أكفأ متعدي بالهمز، وكفأ ثلاثي أكفأ يعني. وقلنا بالأمس أيضا أن الإنسان إذا كان يتوضأ بإناء غسل اليدين سنة، طبعا ليس واجبا، السنة أن يكفأ، أن لا يدخل يده في الإناء في المرة الأولى، إنما يكفأ الإناء ويتوضأ ويغسل يديه ثلاثا،
فإذا غسلهما حينئذ يدخل يديه في الإناء. هذا هو، لكنه لو أدخلها مباشرة لا إشكال فيه، لكن السنة هو هذا أكثر نظافة. قال فأكفأ يعني أصغى الإناء، أصغى الإناء وأماله حتى صب في يده ثم غسلها. طبعا غسل اليدين هذه في غسل اليدين في هذا المقام سنة، أن يغسل يديه قبل البداء بالوضوء. طبعا احنا قلنا بالأمس أنه ينوي ثم يسمي، ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه، فبعد التسمية يغسل يديه أولا. وهذه ليست من فروض الوضوء، لأن فرض الوضوء غسل اليد الفرض بعد الوجه، بعد ما غسل وجهه يغسل يده مع إلى المرفقين كما سوف يأتي. لكن هذا غسلهما في أول الوضوء مستحب. قال فأكفأ على يديه من التوريم، طبعا فغسلهما واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. استنثر هنا بمعنى استنشق واستنثر، بمعنى أنه لم يجعلها في 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 غرفة واحدة، وإنما لكل استنثار واستنشاق غرفة مستقلة. وكذلك المضمضة يعني بمعنى يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة لا مانع، أن يستنشق ويتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة لا مانع، لكن الأولى أن 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 المضمضة بغرفة هو الاستنشاق بغرفة. الاستنشاق معلوم أنه هو جذب الماء بالأنف، والاستنثار هو دفعه أيضا بنفس الأنف، والمضمضة هي إدارة الماء في داخل الفم ثم مجه. واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، بمعنى أنه لم يستنثر ثلاث مرات بغرفة واحدة، إنما لكل استنثار غرفة. وكذلك المضمضة لكل مضمضة غرفة، ولو جعلها كما قلنا في غرفة واحدة لا مانع. ثم أدخل يده، طبعا لما نحن نقول في المرة الأولى كان يكفئ الإناء، فلما غسل يديه الآن يدخل يده في الإناء. وقال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. وقلنا إن حدود الوجه هو من منابذ شعر الرأس المعتاد إلى الدقن اللي هو اللحية اللي هو العظمان الناتئان، وسمي لحي لأن اللحى الحنك يعني هو اللحى، فسميت لحية لأنها منتهى اللحى. وإذا كانت اللحية كثيفة فإنه يغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها ما ظهر منها. والسنة التخليل، أن يخلل اللحية إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت صغيرة أو قليلة فإنه يوصل الماء إلى البشرة اللي هو الجلد. والتخليل هكذا، يدخلها من هكذا وإلى ويخرجها هكذا، هذا هو التخليل. ولو دخل هكذا لا مانع، لكن التخليل من يأتي من أسفل اللحية ويرفع هكذا. فغسل وجهه ثلاثا، فقلنا الوجه من منابت التعرس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. هذا حدود الوجه، لأنه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، ثم بعدما غسل وجهه أدخل يديه فغسلهما مرتين المرفقين. قلنا أن السنة ثلاثا ثلاثا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. كل هذا جائز، لكن لا بد في المرة أن تكون يعني تعم العضو. الغسل واحدة كغسل واحد لا بد أن تعم العضو كله، الوجه مثلا كله، واليد إلى المرفق، رؤوس الأصابع إلى المرفق. فإذا عمها بغسل يكفي. وهنا قال ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، غسلهما مرتين إلى المرفقين. وقلنا بالأمس إن إلى للغاية،
وتأتي بمعنى مع مع المرفقين. والأصل في الغاية أن لا تدخل مع المغير، الأصل في الغاية أنها لا تدخل إذا كانت بإله مثل واتم الصيام إلى الليل، لكن قالوا هي تدخل هنا إلى المرفقين وإلى الكعبين، وأيضا قالوا موضع ثالث وهو آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق إلى نهاية العصر، هذا كله تدخل معه إلى لفظ إلى 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 آخر أيام التشريق، يعني إلى 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 الغروب. وهنا المرفقان داخلان مع الغسل وكذلك الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان ملتقى الساق مع القدم، فغسلهما مرتين إلى المرفقين بمعنى لم يغسلهما ثلاثا، وقلنا أن في رواية ثلاثة وفي مرتين وفي مرة. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذه طريقة الغسل، طريقة مسح الرأس، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب هكذا إلى مؤخر ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. هذه طريقة المسح، يمسح سواء باليدين أو بيد واحدة، لكن في 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 يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في الرواية. وكيف ما مسح جاز، لو أنه قال هكذا يكفي، أو هكذا أو هكذا يكفي، لكن المنقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، وقيل إنه هكذا ثم عاد هكذا. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني هكذا مرتين، مرة واحدة، لأن نرجع ثلاث، لأن هذه مرة واحدة، أقبل وأدبر مرة واحدة. من لطيف كلام العلماء في علاية الوضوء على المسح، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا القراءة المعروفة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا معروف أهل السنة يقولون إن الرجلين تغسل، الشيعة يقولون تمسح مسح، ولا لكن الصحيح أنها طبعا تغسل، أو أن الرسول غسل لها، والآية تدل عليها، وهذا هي الوقفة التي ساقفها هنا. لم يقل وامسحوا رؤوسكم، فذكرنا بالأمس في الجلسة الماضية قبل أمس، وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، والباء قالوا للإلصاق، يعني إلصاق الفعل بالمفعول به، مسح به، يعني أن هناك شيئا يمسح به. أما لو قال وامسحوا رؤوسكم، لو قال امسحوا رؤوسكم كان يمكن يفهم أن مسح بدون ماء يصير مسح، لكن يمسح برأسك يعني في شيء في اليد يمسح بالرأس وهو الماء، ولهذا أتى بالباء امسحوا برؤوسكم. بينما الغسل قال اغسلوا، ما قال اغسلوا بأيديكم، لأن نفس الغسل يفيد الماء، نفس فعل غسل يفيد أن فيه ماء، لكن المسح لا، قد يكون مسح بدون ماء، تمسح على رأس اليتيم، تمسح على رأس الطفل الصغير، تمسح على رأس والدتك، تمسح بدون ماء. لكن لما قال امسحوا برؤوسكم دل أن هناك شيئا يمسح به، هذه واحدة. الثاني حينما قال وارجلكم قال إلى الكعبين، بينما في اليدين إلى المرافق جمع، وهنا قال كعبين. والعلماء
أدركوا الفقه فقه المسألة إدراكا عجيبا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن غسل والغسل ما فيه ما يعني ما يحتاج تفصيل، فغسل غسل خلاص مرافق. لكن لما كان مسح قائل الكعبين، وطب كل رجل فيها كعبين مو كعبة من هنا وهنا، الرجل واحدة فيها من الجهتين، فلولا أنه غسل ما قال إلى الكعبين، يعني مسح أي مسح يكفي. لما قال إلى الكعبين وقال اثنين دل على أن المراد الغسل. والأمر الثاني في اللغة العربية الغسل أيضا يقال مسح، مسح بمعنى غسل. أنا أذكر عندنا في مصطلح في نجد، وقد يكون بدأ يندثر شوي بل على بعضكم يدركه، أنا أدركت أهلنا يقول أنا أريد أن أتمسح يعني أتوضأ. ما أدري منكم أدرك هذا ولا؟ أذكر أهلنا في 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 نجد منطقة وسطى يقولون بتمسح، أتمسح يعني أتوضأ. وغالبا يقول يتمسح إذا كان يتوضأ من غير استنجاء، إذا كان يتوضأ من غير استنجاء يقول أتمسح، وهي فصيحة فصيحة، أتمسح يعني يتوضأ. ف ف ف ف فلفظ امسح لا تعني بالضرورة أنها بمعنى أنه كمسح الرأس، وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن تتنبه له. وأيضا من اللطيف، وهذه أيضا ذكر العلماء لماذا خص الرجلين بالمسح، قالوا لأن الرجلين مظنة الإسراف، قصها يكلف وكبيرة وتحتاج إلى ما كثير، تحتاج إلى ما كثير، ولهذا عبر بالمسح إشارة إلى ما ينبغي من عدم الإسراف في غسلهما. تعرفون الرجل فعلا تحتاج إلى ماء، أولا لبعدها بالتناول ولوجود النتوءات التي فيها، وأيضا بعضها في مستوى الرؤية وفي بعدها لا يرى، فمما يستدعي الإنسان إلى أن يزيد في الماء من أجل أن يعم العضو بالغسل. هذا مما ذكره العلماء في هذا الباب. قال فغسلهما مرتين إلى المرفقين، وقلنا المرفقان هما العظم الذي بين الذراع والساعد، الذي بين الذراع والساعد، وقلنا اسمه مرفق لماذا؟ لأن الإنسان يرتفق عليه بمعنى يتكى عليه، يتكى عليه فسمي مرفق لأنه يرتفق به بمعنى يتكى عليه. فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه على نحو ما سبق. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الصفر نوع من النحاس، الصفر نوع من النحاس، ولا يزال الناس يسمون صفر، الناس يسمون أحيانا البعض النوع أنواع النحاس صفر أو صفر، والتور شبه الطستي أو نوع من الطست. نعم. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا حديث عائشة في التيمم، التيمم الذي هو استعمال اليمين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يحب أن يستعمل اليمين في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله يعني تمشيط الشعر، يبدأ
الجانب الأيمن وطهوره، يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى وبالرجل اليمنى وبالجانب الأيمن وهكذا. الطهور اللي هو كما قلنا اسم الفعل التطهر، سواء كان وضوءا أو كان غسل جنابة غسلا، يعني يبدأ باليمين. وفي شأنه كله، وفي شأنه كله يعني في كل أحوال، سواء في دخول المسجد، في دخول البيت، في دخول المنزل، في لبس الثوب، في كل ما فيه يمين، في كل ما فيه يمين وشمال، فإنه يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. ولهذا قال يعجبه بمن يحبه ويفضله. وأيضا حديث عائشة تفيد طبعا أنها، لأنها يعني قد باعتبار أنها زوجته عليه السلام ورضي الله عنها، ترى في البيت ما لا يراه غيرها، فنقلت لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت أنه فعلا أنه يعني لأن الأحوال هذه قد يكون تغيب عن الصحابة وتغيب عن الناس، لكن في بيته، فقالت كان يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره اللي هو التطهر اسم الفعل كما قلنا، والطهور اسم الماء. وفي شأنه كله، يعني في اللبس كما قلنا، في دخول المنزل، في دخول المسجد، في الجملة. قال العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله، قالوا إن الشيء الفاضل يستعمل به اليمين، والشيء المستكره في اليسار. وأنا في ليس هذا احتقاضا لليسرى، إنما في نظري إن هذا هو تنظيم. لما الإنسان ينظم ويجعل هذه الأداة لهذه الأفعال وهذه الأفعال، هذا تنظيم، ليس تفضيلا شيء على شيء، وإنما هو نوع من التنظيم، بحيث لا يرتب نفسه، هذه معدل لهذه وهذه معدل لهذا. وإن كان لا شك طبعا قال لكم مستكرا اليسار حتى لا يخلط ولا يستعب، وهذا لا شك يرجع لمصلحة ابن آدم ونفعه. لكن عموما المستحبات والمفضلات تكون في اليمين، والأشياء المستكرة تكون لي للشمال، وهو نوع من الترتيب والتنظيم كما قلنا. قال كان يعجبه التيمم في تناوله، التناول لبس النعل وترجله اللي هو تمشيط الشعر، غسل الشعر وتمشيطه، كل ما يتعلق بالشعر يسمى ترجيل، يسمى ترجل من الرجل والشعر، ترجله وطهوره يعني في التطهر، سواء كان وضوءا أو غسلا. الطهور هنا يشمل الوضوء ويشمل الغسل. وفي شأن كله يعني في أحوال كما في الدخول والخروج وفي اللبس، سواء لبس القميص أو لبس السراويل يبدأ باليمين وهكذا، هذا المقصود. نعم. الحديث العاشر عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا أيضا من سنن الوضوء، وهو الغرة والتحجيل. قال عن نعيم المجمر، سمي المجمر لأنه كان هو وأبوه كانوا يجمرون المسجد النبوي، كانوا يجمرونه يعني يطيبونه بالبخور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يدعون تأتي بمعنى يسمون، وتأتي بمعنى ينادون، يدعون ينادى أو يسمى. فإذا كانت يسمى تكون غرا مفعول،
وإذا كان بمعنى ينادون تكون حال، غرا تكون حال، وهو لا يمنع لا لا يعني لا 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 يمتنع أن تكون هذا وهذا، يدعى بمعنى يسمى ويدعى بمعنى ينادى. غرا جمع، إيش مفردها؟ مفردها أغر، مفردها أغر وجمعها غر. طبعا من الغر الأصل في الغرة هي للفرس، البياض اللي يكون في جبهة الفرس وفي غرته في شعره. فهذا هو أصل غرة. والوضوء ليس من خصائص الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما الغرة والتحجيل هذه من خصائص الأمة، يأتي يوم القيامة أمة محمد متميزة بالغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل هذه من خصائص الأمة. أما الوضوء ففي الأمم السابقة كان في وضوء، لكن هل هو على هذا النحو يختلف؟ لكن الرسول قال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، يدعان يوم القيامة غرا. فالغر كما قلنا تكون في الوجه محجلين، التحجيل أيضا في الفرس يكون في القدمين والرجلين، بياض يكون بياض في ساق الخيل، في ساق اليدين وساق الرجلين. فهل يستحب للإنسان أنا المتوضئ أن يزيد عن المرفق ويغسل جزءا من العضد مثلا أو جزء من الساق؟ حديث أبي هريرة يدل على هذا، لكن بعض العلماء قال لا، لا يزيد عن المفروض. نعم قد يطمئن، بحيث الرسول كان يدير الماء على رفقه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه من باب الاطمئنان إلى إسباغ الوضوء وإلى أن الماء قد بلغ مبلغه من عضو من العضو. لكن هل يعني يزيد؟ بعض العلماء يقول لا يزيد. قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أن ابن القيم يشد قال هذه من كيس أبي هريرة، هذه بمعنى لم تثبت يعني عن نقل عن نزل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن أبي حنيفة رحمه الله مجموعة يقولون ما في لا 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 لا, لا, لا يزيد عن المفروض. لكن نقل عن، بل حتى ابن القيم يقول لم يقل أحد عن الصحابة، لكن لا نقل عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنه كانوا يزيدون. وإلا نقل حتى أظن عن ابن عمر يصل إلى الأبط، كان يصل إلى الأبط. لكن المقصود أنه يعني الأمة يأتون غرا محجلين ليس من آثار الوضوء، سواء فعلوا أو لم يفعلوا، لأن هذا كما قلنا من علامات أو خصائص هذه الأمة. يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. معنى أنه استطاع هنا بمعنى فمن شاء، لأن يستطيع يستطيع الإنسان، ما كل واحد يستطيع، ليس فيه مشقة ولا فيه عجز، كل يستطيع. بمعنى استطاع بمعنى من شاء، وأنا استطاع بمعنى من شاء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ المسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ، يقول المجمر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين اللي هي الكتف، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساق، إلى منتصف الساق أو أكثر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية، ثم الحلية معلومة الحلية الزينة
والحلية عادة تكون في مواطن زينة، سواء في اليدين أو في الرجلين، في اليدين في الرجلين كالخلخال والأساور إلى آخره، فهي حلية لأنها متميزة ولأنها غرة بمعنى مختلفة اللون عن غيرها، بحيث فيها نوع من الجمال ونوع من الزينة. تبلغ الحلية من يمين حيث يبلغ الوضوء، وإن كان العبارة قد لا تفيد لا 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 يعني الزيادة لهذا، وإنما الوضوء نفسه يبلغ الوضوء بمعنى حيث يكمل الوضوء وحيث يسبق الوضوء، وهذا هو مطلوب يا أخواني، مطلوب في الوضوء أن الإنسان يسبق وضوءه بمعنى إسباغ الوضوء، يعني أن يتحرى ويتفقد المسلم أعضاء الوضوء حتى يبلغها الماء، وحتى يعني لأنها نظافة ولأنها سنة ولأنها عبادة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.